إب جنسون هن هن أورو أوخن هن بيزي سللويا نمني الطيوت انتو أوخن هن بذي سنجيق فنيبي ليوثقوا ملوكهم بقيود هللويا وأشرفهم بأغلال للأيدي من حديد. إب جنسون معناها ربط أو تكبيل أو تقييد. هن أرؤو معناها ملوك. جيج معناها يد. فينيبي معناها حديد. وكان لما أخرجوا أولئك الملوك إلى يشوع أن يشوع دعا كل رجال إسرائيل وقال لقواد رجال الحرب الذين صاروا معه: تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق هؤلاء الملوك. فتقدموا وضعوا أرجلهم على أعناقهم. فقال لهم يشوع: لا تخافوا ولا ترتعبوا، تشددوا وتشجعوا، لأنه هكذا يفعل الرب جميع أعدائكم الذين تحاربونهم. يشوع 10:24-25. سألتك يوما يا رب يسوع المسيح عما الذي يمكنني أن أقوم به حتى أستطيع أن أقيد الشيطان، فأجبتني أنك أنت قيدته وأضعفت سلطانه، ولكنه يقوى فقط على هؤلاء الذين يسلمون إرادتهم ومشيئتهم له، ويمكنه فقط أن يتسلط علينا إذا لم نتحد بك في الإفخارستية أو عند فقداننا لصلاتنا وحياة التوبة والنقاوة التي وهبتنا إياها. فاجعلنا يا رب دوما نتمسك بالإيمان والبر والحياة فيك حتى لا يقوى الشيطان علينا. آمين.